والله لا تعرفون هذا ملك الفسفور شلون جبته. ملك الفسفور اليوم راح يكون موجود يا السلمون، زين قاتلت حتى اجيب اليوم السمك السلمون واعرضه اليوم بهذه الحلقه. طبعا مثل ما تشوفون انا هذه قطع جميله جدا، اليوم راح اوظفها بطبق خرافي يقدم مع البرغل، هذا اللي يلوك لك هوايه اي، مع البرغل مع بطاطا حلوه مع، لكن اللعبه وين بالصلصه مالتها؟ الصلصه مالتها يا عيوني راح تكون حامض حلو، صلصتها حامض حلو اي، راح يكون بيها دبس الرمان وايضا الرمان، راح نسوي صلصه الرمان وراح تكون الطبخه اليوم خرافيه. ارجع واقول اليوم راح يكون وياي وجبه اللي هو ملك الفسفور، ملك الفسفور وملك البحر اللي هو السلمون. ملك والله ملك جيمي، ايه ايه مفيد الركب، هذا مفيد مفيد الركبك جيمي زين. طبعا اكيد مشاهدينا الاحبه، طبعا هنا أنا مثل ما تشوفون المقادير مالتها، انا دائما الاشياء انا اضيفها ما شاء الله. مستعجل اليوم، مستعجل الكابتن والله، طيران يريد يطير بسرعه. طبعا مثل ما تشوفون هذه المقادير راح تكون موجوده قدامكم، راح نسوي اليوم السلمون ايضا بطريقه حلوه وجديده من بين ما تكتبون المقادير. خليني اروح اجيب انا المحضر مال الطعام، حلوه وسهله وبسيطه حتى نسوي. اكو اشياء انا ذاكرها الاساسيه اكيد موجوده بالمقادير، واكو اشياء انا راح اضيفها. فاليوم الطبخه هذه شويه لازم اعتني بها كل الزين حتى اقدر انه اسويها بطريقه كلش مميزه، حتى لا يشمت تفاصيل زين، حتى لا يشمت تفاصيل ونسويها بالبدايه. طبعا اكيد كنا نعرف انه السلمون يحب النكهات، يحب انه يضاف للنكهات، يحب انه يقدم ايضا بطريقه بسيطه. اليوم راح احاول انه اسوي صلصه بسيطه، انها راح اقدمها مع بطاطا حلوه، راح اقدم وياه ايضا برغل، راح اقدم وياه ايضا هذا برغل مطبوخ، يعني لازم انه اسوي له ابديت جديد، بالاضافه الى هذا بايت البرغل بايت، بالاضافه ايضا الى الثوم. طبعا اكيد هنا راح نوظف الاشياء اللي استخدمناها احنا البارحه، الجلاتين اللي بقى عندي اليوم راح اخليه مع عصير التوت، وراح يطلع اليوم هذه هم اختراع يا كوتش، ايضا راح يضاف بالعصير اليوم اللي راح اسوي عصير التوت الازرق. بالبدايه هنا السلمون مثل ما قلنا اول شيء ما يحتاج اي شيء، يحتاج فقط انه املحه واضيف له بهاراتي. بعد ما اضيف له بهاراتي هنا راح ابلش اقليه بالزبده، يتقلى بالزبده اي نعم، ما راح اشوي راح اقليه بالزبده. راح اخذ هذه واقطعها ايضا نفس الموضوع، وبعدين ابلش اتبلهم. وتبلني ملك الفسفور اليوم ويانا، ملك الفسفور زين، معاناة يلا جبت لكم اياه، هذا بالله معاناة يلا جبت لكم اياه. الله مسحب هذا، طبعا مسحب كابتن شو ترى انت موجود، اذا مسحب مسحب. طبعا اكيد راح ابلش اخذ بهاراتي وادلع بالبهارات زين، دلعني يا عيني دلعني. مشاهدين الاحبه طبعا اكيد ارقام الهواتف راح تكون موجوده اسفل الشاشه، اللي عنده اي وصفه اي طبخه ممكن اعطيه المقادير وايضا طريقه التحضير. تكنيك بطبخ هذا النوع من الوصفات وهذا النوع من الاكلات هو تكنيك بسيط كلش هوايه، حتى نقدر نسوي سلمون لا ينطبخ مثل ستيك السلمون على فكره، يعني مثل ستيك، يعني لازم ما ينطبخ كلش هوايه يعني وقت كلش هوايه حتى لا تصير اللحمه مالته كلش ناشفه، لازم تبقى طريه. طبعا اكيد راح اسوي وياها صلصه، هذه الصلصه ايضا راح تكون مهمه. راح اجي اخذ شويه من الزبده، راح اضيف الزبده هنا، هذه الزبده راح انكهها اكيد بسبيسيال زيت الزيتون. هذا اكيد ما واصل لك انت، ما واصل لك ولا راح يوصل لك زين. راح اجي اخذ شويه من الزيت واضيف له زيت الزيتون، ارادنا والله نسويه. كل ما اجي هنا انا اتذكر انه اريد اسويه. اريد ذكرني، ذكرني وينك؟ ذكرنا لازم نسوي من هذا زيت الزيتون. راح ابلش اضيف زيت الزيتون، طبعا اكيد هذا زيت الزيتون يكون مطعم مثل ما تشوفون. هنا أنا نفس الموضوع هم راح اجي اخلي بهارات واخذ اول اتصال هاتفي. الو مرحبا ابو علي عيوني. ابو علي حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام اغاتي. استاذي العزيز شلونك؟ شلون الصحة اغاتي؟ شلون الصحة؟ شلونك يا عيوني؟ انا المحبين لك طبعا دائما. ربي يحفظك، هذا من ذوقك يا ذهب انت. الله يسلمك. شلونك؟
والله الحمد لله الحمد لله. دائما اخذ منك مقادير يا اهلا وسهلا بك. اي والله اريدك توديني المقادير مال المند اللحم. مند اللحم اي صار 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 عيوني. ممنون حبيب قلبي. تامرني امر. والله والله اعيدها اعيدها هاي ما سمعتها انا. غايتنا اسعادكم بالوصفات والطبخات على قولة الكابتن. والوصفات الغريبة والجميلة والسعيدة زين على قولة الكابتن، هاي مو اقوالي، اقوال الكابتن. ممنونك كابتن اني. انا جدا ممنون من حضرتك كابتن. جديات انا جدا ممنون من حضرتك. خلينا الثوم وخلينا البهارات. اللوك لوك شو تريد اللوك لوك؟ شو تريد؟ تعال يمي وشوف همي. وعد تحميصه يا عيني التحميصه. وعد تحميصه يا عيني التحميصه. على القرمشه وديني يا عيني وديني. وعلى السأسأة يا عيني على السأسأة. تشوفون هنا أنا هذا اللي قلت لكم عليه انه انا اتفق وياكم على انه القطع هذه ما تنطبخ كلش هوايه. لازم انه نداريها بالطبخ زين، لانه وراها عيني. وراها شنو عيني؟ وراها بعد شغله ثانيه مهمه وهي انه الصلصه اللي راح اسويها. تمام؟ يا سلام يا سلام. ناخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام. شلون الصحه عيوني؟ مية عمريني وعمريني عيني. يا هلا ومية هلا. يا هلا ومية هلا بريم الفلا. يا هلا ومية هلا بريم الفلا. بعد ما ضفنا هذه المكونات كلها سوية مع بعض البعض، شوفوا لي القطع هنا الجميلة الحلوة السعيدة اللطيفة جدا. راح اجي اخلي هنا شوية من النشا او الطحين، ارجع اضيف شوية من الزبدة. يا سلام سلم. راح اجي اخلي الرمان. لا اليوم شو اسمه هناك شو اسمه اللوك لوك اليوم على الكاميرا جديدة زين. ونجي هسه نسوي الصلصة اللي هي راح تكون متكونة من الرمان. راح اضيف ايضا شوية من السكر البراون. راح اجي اخلي هنا حامض. راح اجي اخلي هنا دبس الرمان. ليش دائما دبس الرمان؟ لانه يبرد خطيه فلازم ندفيه. تمام. بعد ما ضفت هنا هذه المكونات راح اضيف صلصة هي اختيارية وحسب الرغبة اللي هي صلصة الرانش او الناس تروح لها صلصة الهولندية. بعد ما ضفت هذه المكونات ارجع اخلي شنو عيوني؟ اخلي هنا شوية المي. ليش؟ لان انا خلط طحين طبعا. بعد هنا ايش راح اسوي عيوني؟ راح اجي اقلب المكونات مع فرط حركة. الا 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 فرط حركة الا فرط حركة. نسوي الصلصة هذه جميلة جدا. ما اعرف ليش انا دا استخدم هنا الخاشوقة الستيل وهي غلط، هي كلش غلط. يلا ناخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. منو؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يا هلا ومية هلا. هلا غاتي. هلا عيوني. وارح. يا هلا بالذهب. الله هلا هلا هلا. أمرني. يا أخي ليش الاتصالات غير صالحة؟ لأنه يشوفوني من التلفزيون. راح أرجعهم قطع السمك هذه أرجعها على الصلصة مرة ثانية بهذا الشكل. تمام. بعدها راح أترك مجال بالنص. راح أجيب بطاطا حلوة مثل ما اتفقنا. لو ما اتفقنا اتفقنا لو ما اتفقنا يلا اتفقنا انه نخلي هنا بطاطا حلوه وياها واقطعها اكيد بهذا الشكل واضيفها مع قطع السمج. طبعا اكيد هنا راح اخليها بالنص. بعد الصلصه اكيد راح تبلش يعني تواضح واضح الصوص هنا. بس انت مو تنصيف هذه مره. لا هذه مو مسلوقه هسه راح تنسلق تنطبخ. هذه ما يحتاج يعني سريعه الذوبان. هذه سريعه الانتشار وسريعه الذوبان. تخيل وياي يكون عندك هنا
هذه القطع الجميلة من البطاطا مع أكيد قطع السلمون. شنو عيوني؟ شنو عيوني؟ قول محلك والله، قول ولا راح ياخذها اصلا، ولا راح ياخذها. انا اقول لك اسمع من عندي، ولا راح ياخذها. هسه راح اجي اقبغه واتركه بدرجه حراره هادئه، تمام؟ اول شيء نقلي شوحه وبعدين نتركه شوي. ناخذ اتصال هاتفي. ام احمد، السلام عليكم. صح عيوني. وعليكم السلام. بس عندي استفسار باكله الدولمه. ايش فيها؟ دائما من اسويها تقرب عندي من فوق ما تستوي. دولمة؟ اي والله دولمة تخرب. الدولمة تخرب من فوق ما تستوي. يلا سهلة، هاي سهلة، تأمرين أمر. الله يسلمك، مشكور. سهلة، يا أهلا وسهلا. سهلة. نجي هسه مع البرغل اللي راح أسوي مثل ما ذكرت بطريقة شوية مختلفة، أنه راح أعطيه نكهة النعناع وأيضا مع شوية أيضا من البهارات. مثل ما تشوفون هنا راح أجي أخذ نعناع فريش أضيفه بهذا الشكل، ودلعني يا عيني دلعني. راح أجي أخلي هنا شوية من البراون شوغر اختياري حسب الرغبة، راح أجي أخلي شوية من البهارات، وأخلي شوية من الفلفل الأسود، وأخذ اتصال هاتفي. ألو مرحبا. سلام جمعة عيوني، شلون الصحة يا جمعة؟ شلونك أستاذ خلدون؟ هلا بالغالي، هلا قلبي. تسلم لي يا روحي، والله أنت سافرني بهذا المال يا عيني يا عيني. الله يا عيني يا عيني يا قلبي. ذهب أنت بالله ذهب. سلمك العزيز. ذهب يا عيوني أنت، أمرني. ما هي الطبخ؟ عندنا شغلة المقلوبة ما تطلع ويانا الصحة. ويلي على المقلوبة، أي مو تامر أمور، مو تدلل. من عيوني يا عيوني. من عيوني يا قلبي. نظافة سريعة، هنا عندنا موضوع مهم جدا دي ينطبخ، وهو ال شنو هذا؟ السلمون بصلصة الرمان. يا سلام لك عيني على الرمان، يا جمالك يا الرمان. هذا تستهدف البرنامج، دير بالك تفاصيل. بما انه انت تستهدف البرنامج تعال استهدفني. شوفوا هاي البوتيتا زين، خليها بالنص مع الصوص وتخليها تنطبخ على راحتها مع السلمون زين، وراها راح تصير من اطيب الوصفات اللي ممكن ناكلها احنا في حياتنا. طبعا اكيد مع نكهه الثوم، مع النكهات الباقيه، كلها نكهات لذيذه جدا مع البهارات اللي ضفتها والتكنيك السبيسيال مع زيت الزيتون. ارجع مع النعناع. واشتغل لي النعناع بهذا الشكل، وسوي لي عيوني عصير النعناع الجميل. شنو ايه اكو لوكلوك هواي، رجاء بدون لوكلوك زين. خلينا ده نشتغل، اكو فن ده يصنع، اكو سلمون ده ينطبخ بطريقه كلش حلوه. اكيد اكيد طبعا اكو حدث جدا مهم ده يصير على الطباخ، بس اكيد انت كلش ما راح تفهم هذا الحدث. ليش ما راح تفهم هذا الحدث ابني؟ لانه صفر طاسك بايدك زين، ما حد يفيدك. راح اجي اخلي الصوص اللي انا سويته بهذا الشكل. هذا الصوص هو عباره عن نعناع وشويه زيت الزيتون. راح ازيد النار عليه، واعتقد انه ابدل النار، اخلي هذه هنا وهذه هنا حتى ذاك روح خلاص. السلمون صار خرافي بالطعم، عيش ايامك فعليا يعني، فعليا عيش ايامك. شوفوا هنا السلمون طبعا بدرجه حراره هذا جدا مع الصلصه مالته زين، نص النار عليه. اجي هنا تكون درجه الحراره عاليه، واخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام عيوني، انت شلونك يا حبيبي؟ يا اهلا وسهلا، هلا بالغالي. والله البرنامج مالتك يخبل، ربي يحفظك وكادر القناه، ربي يخليك. هذا من ذوقك يا غالي انت، الله يسلمك يا حبيبي. تحياتي لك وتحياتي كادر ما عدا اللي لك لك هوايه واللي سولف هوايه. فدوى قلبك. اريد روبيان، مطبق روبيان من ايدك الحلوه كريمه. اي تامر امر، صلصه الروبيان. فدوى قلبك، فدوى قلبك. تامرني امر. انا ممنون. هلا حبيبي، هلا قلبي. راح اجي ابلش هنا
عندنا دولمة، عندنا مندي، دولمة مقلوبة وصلصة الروبيان. اي مو تامرون يا امور، من عيون الثنتين جيمي ركبك توجعك، راسك يوجعك، ضلوعك توجعك، اصفاحك توجعك، راسك يوجعك، وتوين يمي علاجك، علاجك هذا العلاج. ملك الفسفور بالبحر، السلمون العجيب، يمتاز بالنكهات الحلوة اللطيفة الجميلة، علاج المفاصل، علاج وجع الرأس، تساقط الشعر، شحوبة البشرة، هالات السود والنظارة. أحسن ما تضرب بوتوكس وتشد وجهك بالسيليكون، أكو السلمون. أوفوا الحقن جيمي، الله يخليك. لزراعة صح جيمي، لزراعة الشعر، لنمو الشعر بعد الزراعة. شو بيك تضحك؟ أنت منو ياك؟ أنت منو؟ أنت أصلا منو جاب طاريك أنت؟ بعد ما صارت الصلصة النعناع جاهزة، أجي أخلي عليها البرغل المطبوخ. زين، حتى لو كان بايت، اي نعم، حتى لو كان بايت، راح اجي اغلفه بالصلصه مره ثانيه اللي هي صلصه النعناع، يا ريزيتو ريزوتو يا مدري ايش، هذا برغليتو. وسوينا البرغليتو على ستايل الريزوتو، واسفين يا ايطاليين باعنانا، راح اتركه يتشبع بهذا الصوص. زين، حالة حالة الطبخ، وطبخني عيني، طبخني وطبخني أغاتي، طبخني. شوفوا الوصفات هذه، الوصفات اللي هي الأوروبية والوصفات، وين الجدة وين القبر؟ مين دي أحكي؟ أنت لوك هواية، ترى والله لوك هواية. هسه هذا تركي يتهدر، يمتص كل المي اللي موجود، مثل ما ذكرت إنه يا كاميرا لوك هواية. مثل ما ذكرت انه البرغل اللي استخدمته هو برغل يكون يا اما مطبوخ او يكون بايت، مثلا باقي مثلا عندنا من اكل البارحه، نقدر نستخدمه مره ثانيه، نسوي له اعاده تدوير. اكيد راح اقدمه. هو سولفت عليها، هو سولف، لا تنحسد يابا، لا تنحسد، لا تنحسد، لا تنحسد. نجي هنا للسلطه، عباره عن فاصوليا حمراء، فاصوليا بيضاء، فاصوليا خضراء. هي عبارة عن المكونات الثلاثة اللي راح تكون موجودة، اللي هي الرئيسية، اللي هي أنواع الفاصوليا. والعب لي عيني بالفاصوليا، مما تندار فاصوليا، تطلع من هنا حمرة وتطلع من هنا بيضة وتطلع لك من فوق خضرة. والعب يا زلمة العب، يلا اطلع لي بالمقادير بدون ما ترجف. يعني مثلا أقول أنا فاصوليا بيضة، تطلع على الفاصوليا الحمراء أكيد 100%، لأن أعرفك، هذا توجهك، هذا احساسك انت، هذا السنس ماتك. فانا ما راح اقدر اغير السنس ماتك، ولا راح اقدر اغير طبيعتك، لانه انت هي هاي طبيعتك ثابته. زين، ما راح تتغير، صح لو لا؟ ماكو تحديث، ماكو ابديت مثل اللي ببالي. من اول ما اشتغل وياي صدقوني حاولت احدثه، دخلت لانواع السوفت وير، ها، وبقى مهنق والله، ها، حتى شنو النت، اللي هي حتى النت المفاد. كابتن انت كابتن، الكابتن مصطلحاته فول، ايضا مصطلحاته فول سعاده. اريدك شو تطلع لي؟ اريدك تطلع لي فاصوليا. اول شيء راح ابلش بالفاصوليا الحمراء، فانت استخدم السنس مالتك والاحساس الداخلي والاحساس التصويري بالفاصوليا الحمراء. هاي الفاصوليا الحمراء مو اقول لك انت تحتاج، انت هم تحتاج اعاده نتل، انت حرفيا تحتاج اعاده نتل. فنبلش بالفاصوليا الحمراء، فاصوليا حمراء يعني هي هذا حمراء لو بنفسجي. اول شيء اخلي الفاصوليا الحمراء، هاي اول شغله. ثاني شغله الفاصوليا البيضاء، وين الفاصوليا البيضاء؟ هاي راح اخذها، يلا راح انتظرك اليوم لحد ما تاخذ الفاصوليا البيضاء. انت شفت شوف هذا عمي، هذا عند الفاصوليا البيضاء ليمون حامض، ليمون حامض. اذا ناخذ الفاصوليا البيضاء اخليها على الحمراء، اجي اخذ الفاصوليا الخضراء اكيد ما راح تلقاها، فخلي اشيلها انا احسن لي. زين، بدون ما يعني استخدم قدراتك الشخصيه، لانه انت قدراتك الشخصيه تعبانه مثل وجهك. فاجي اقلب هنا كل المكونات مع، تعال ابني انت الثاني،
لوك لوك هواي لك لوك هواي تعال نشوف اكو بك امل انت اكو بك امل اكو عندك سنس فني ام لا تعال تعال شوف راح اجي اسوي الصوص هسه انا وخروا هاي الفاصوليا على صفحه بدون اي شيء هنا سبيسيال زيت الزيتون تعال سس تعال تعال سس تعال ابني بعد هنا ما خليت زيت الزيتون بهاراتك ما استخدمت انت والله لكن انت مثله خلي بهاراتك كمون وفلفل اسود بصل اخضر زين عيوني رانش وليمون رانش وليمون مع بعضهم بعض اليوم استخدمت الرانش بكل اكلاتي بعد ما خليت الرانش حتى يصير عندك هذه الصلصة الخرافية يا سلام سلم شوفوا هذا الصوص تخيل وياي من تضيف كل هذه الصلصة إلى الفاصوليا وتخيل وياي الطعم هنا بالألوان الثلاث ممكن استخدام نوع واحد إذا تجيب شوية تعبان ما مستلمين راتب فممكن استخدام هنا نوع واحد زين إذا مستلمين راتب فممكن استخدام نوعين اثنين زين اذا بدايه الشهر واول استخدام الراتب فممكن تستخدمون الثلاثه اما نص الشهر زين وهم استخدم يعني هم منات يعني استلمت الراتب ممكن استخدام نوعين اثنين اما شعب الشهر فاكيد راح تستخدم هنا فاصوليا واحده اما نهايه الشهر فماكو ولا فاصوليا وراح يصير عندك بهذا الشكل سهله بسيطه سريعه طيبه خفيفه اي لا شو تسويها كابتن تعال يمي سلطة الموظفين الجميلة يا سلام يا سلام بابا بابا با. ترجع تخلي لها الرانش وارجع اصبها كابتن التيمي جيمي تعال يمي وشوف همي تعال يمي وشوف همي الله 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 ها اكو ملاحظة جدا مهمة اخاف انا ما قلت لكم اياها بالبداية يعني اسف يوه وهي انه الفاصوليا هاي انه هذه الفاصوليا كلها هي مطبوخة يعني كل هذه الفاصوليا هي مطبوخة كلها مطبوخة يعني فأكيد الطعم مالتها راح يكون خرافي الصلصة خرافية هنا أنا قلت لكم هذا البرغل هذا البرغل هم خرافي جاهز جاهز يا عيوني تشوفه ليش ما تشوفه قابل خليه بجيبي تشوف حضر لك جيب وياها الله تعالوا شوفوا لي هذا الله سلام سلم رائع جدا اكيد لكن بعد البريك جيمي انت وياي لا مو وياي وياي لا مو وياي جيمي حتى اعرف حتى افتهم انت وياي لو علي حتى اعرف اذا خاف وياي مثل الجماعة يعني تصدمني مثل الجماعة يعني اكيد انت تختلف عنهم كثيرا وجدا قلبا وقالبا اكيد راح اجي اخذ شوية البرغل تمام
طبعا اكيد مثل ما تشوفون البرغل واضح من شكله، واضح من شكله، واضح من جماله، من وضعيته، من وضعيته التكوينية. زين، بعد ما أشوف وضعيته التكوينية الجميلة هذه، أجي أخذ السلمون الجميل وأضيف قطع السلمون بالصوص. يا أخ هذا أبو اللوكلوك إيش قاعد يسولف؟ يا ابني كافي كافي السولف، هواي هواي سولفت يا أخي، هواي لكلكت. رب عرضك شو نايم؟ ما تقول إيش بيك؟ موتني. شبيك ما تقول لي شبيك؟ ما متريق الصبح؟ الله يخليك. ما يسكت بقى، ما يسكت. يلا لا تس دير بالك تسكت، دير بال دير بال دير بالك. انا اقول لك يا دير بالك خالي، ما تقول لي ايش ماكل من الصبح حتى افتهم جديات ايش ماكل من الصبح. يلا بعد يلا يا اخي تعال شوف، تعال شوف الموضوع، تعال شوف ايش دا يصير. برنامج ما طبخ هو، مو برنامج حواري وياك، لان نقعد احنا حواريات وياك. تعال ابني، تعال شوف ابني ابو مناع. فايده والله فايده. الصوت عليه لوك 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 جرار. هاي شايفه هاي اللي شو اسمه، هاي مال الزراعه، ها المطار مال هذا، المطار مال مي مال الزراعه. بعد ما خليت ال لا تشوف انت وين هو القافل، وين وقف دعوف الفاصوليا وتعال يمها قصاصه هنا تتخلى وين على السلمون، تتخلى هنا بهذا الشكل. هسه شو تسوي لهذا الصحن بعد ما صبينا الراد لخضارات وزراقات؟ إراد لنظافة سريعة. يلا والله أنا بشرفك، أنا طفي واحد يشتغل ثاني، والله إيه أطفي واحد يشتغل الثاني، أطفي موطار يشتغل موطار الثاني. ونرجع هنا نخلي البقدونس، يمكن ممكن أنا كل شيء أتوقع حالياً. حاليا عندي اوبشن التوقع. نجي نخلي هذه هنا. بعد اكو شغله انا وصيتها عليها بس مو ما جابها. لا قلت له جزر. زين ماكو، ما جاب الجزر. بتجيب جزر ابني، دير بالك تجيب جزر. زين خلينا نجيب فلفل. والله مشاهدينا تشوفون، لا تشوفون هنا، هذا هو السلمون اللي اتفقنا عليه. السلمون هذا كل شيء بحده. زين كل شيء بشفه، والصوص مالته ايضا من الاشياء المهمه جدا. طبعا هذا طبق رئيسي اساسي خرافي، هذا مطبخنا طبعا طبعا، مطبخ الف عافيه كابتن. مطبخ الف عافيه، هذا فول. لا تصوروا وتنزلوا بالمنيو، الكابتن ما يقبل. هذا فول سبيسيال ترى، هذا فول سبيسيال. زين هذا تجي تخليه هنا، هذا هم تزينه وتقرنشه بالليمون. جيمي اليوم راح تتوظف بالطريقة الصحيحة، راح تعيش أيامك وتعيش تاريخك وتعيش هذه اللحظات السعيدة الجميلة. زين مع القليل من الحب والكثير من الحنان. أقدر أقول لك العملية دان، أنجزت العملية. سبيسيال مو سبيسيال، فول سبيسيال، فول سبيسيال. و 1550 عافية. إجاك سلمون بالصلصة الحلوة، أربع قطع محسوبة حسابا تاما. وإجاك هنا الداون تاور، شوفه بهذا الجمال وهذه الأطباق اللي تكون سهلة بسيطة وسريعة وما تأخذ عندك وقت. حتى نجي للحلويات شوية، الحلويات بها تفاصيل، مو التفاصيل اللي بالي بالكم.
التفاصيل الثانية. من البالي بالكم هو طفاها هسه، ذاك الموتور طفى، ايه طفت الكهرباء عليه، ازاي طفت الكهرباء؟ اهم شغله صرف صرف ديزل كل شويه فطفى من واحده، الحمد لله والشكر. فظل طافي ارجوك، ظل طافي. طبعا اكيد مشاهدينا بعد ما سوينا لهذا اليوم سلم، ايضا السلطه هذه كامله القيمه الغذائيه، تحتوي على كثير من الفيتامينات البروتينات، مثل ما تشوفون ان انا وجبة غذائية جدا عالية الكمية هذه لأربع أشخاص، أربع أشخاص يأكلون هذا المعون. نجي للمرحلة الثانية وهي المرحلة أو الطبق الأول واحد سويته، هذا الطبق اللي هو عبارة عن سلمون بالصوص الحامض حلو اللي هو صلصة الرمان. لا تنسون شغلة مهمة جدا اللي هي نكهة الرمان ونكهة دبس الرمان، بالإضافة إلى أيضا السلمون والبرغل اللي هو سويته بالنعناع. هذا اختراع يا كوتش، هذا موضوع، هذا موضوع موضوع ثاني اللي هو شوفوا اللمعه مالته، شوفوا التفاصيل مالته، تقدر انت بهذا اللقطه اللي هو سواها جيمي تاكل وياي، يعني تاكل وياي انت، انت تاكل، انتم تاكلون وياي جيمي، هذا جيمي، جيب خاشوقه، جيب خاشوقه، جيب خاشوقه، اكل وياي، اكل هنا وشوف زين جيمي، انت رائع جيمي، اقشع عيدها 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 عيدها، خلي ياكلون، خلي اريدكم تخصون المعون، اريدك اريدكم تخلصون الماعون بالبطاطا الحمراء يابه، بالبراون شوغر يابه، بالجارليك يابه. هسه نجي على الحلويات، نجي على الحلويات، نبلش بالحلويات. طالع لي بالمقادير، الف سنه انت، الف سنه انت ابو اللوكلوك، الف سنه انت ما تسوي كمان الف، مو شوف الوصفه 40 مره، شوف الوصفه ما راح تجيب مثل الطعام نفسه. خب انت ابو تفاصيل خذ مره، انا انصحك اوف السالفات. ثلاث بيضات، تفاح، دارسين اختياري وحسب الرغبه، بيكنج باودر اكيد راح يكون في عندك هنا الفانيلا، وايضا راح يكون في عندي السكر الاسمر مع الحليب اللي هو حليب الشوفان. هنا انا ممكن انه استخدم، حتى تكون الوصفه كامله فممكن انه استخدم انا وياها اللي هو يكون عندي هنا شو اسمه هذا، ممكن استخدم هنا طحين الشوفان. لكن قبل ما ابلش هنا بهذا الطبخ راح اضيف لي خاشوقه واحده بس دهن، واضيف خاشوقتين اثنين تقريبا على القالب، انا اريد انه يكون بيدهن اكثر، انا خلي اضيف بعد واحده يلا خاطركم، لان ثلاث بيضات عندي. بالبدايه مشاهدينا راح يكون في عندك المندي، المندي احنا مسويه بحلقات سابقه كل شويه اللي هو كان دجاج، اهم شيء هي بهارات المندي، بهارات المندي يكون بها زعفران، كاري، كركم، طبعا اكيد فلفل ابيض، اذا كان دجاج ايضا اخلي له الزنجبيل اللي هو العرق حار، واخلي شويه من جوزة الطيب. بعد ما اسوي هذا الصوص اضيف له مي، اضيف له ايضا زيت الزيتون، اغلف الدجاج. بعد ما غلفت الدجاج هنا اخلي رز، احمس الرز بنفس نوعيه البهارات مع طماطم بصل ثوم، وبعدين اخلي التمن يتهدر تقريبا 10 دقائق على النار، اجي اخليه بصينيه. هذا الصينيه لازم يكون بها تمن ويكون بها مي. هنا راح اخلي السليفون، ازرف السليفون واجيب الدجاج اللي تبلته واخليه فوق السليفون واغلفه بطبقتين اثنين سليفون واشوي لمده تقريبا ساعه. يطلع عندك خرافي. راح اجيب هنا بيض، ثلاث بيضات عبالي مسلوقه. يا سلام. ايه. ثلاث بيضات حلوين اضيفهم على الدهن دايركت مباشره. دائما من اخلي اني بيض يعني لازم اخلي فانيلا حتى شنو اتخلص من الزفره تكون موجوده. هذا هو حليب الشوفان اللي هو طبعا اكيد مستخلص من الشوفان، هذا اختياري وحسب الرغبه. راح اضيف السكر فاخلي نانا شويه من السكر الاسمر، بالاضافه الى ايضا بعد ما ضفت هذه المكونات كلها سوية مع بعض البعض راح اجيب شويه من الزبده للنكهه، واخلي ايضا شويه زبده هنا للنكهه. بعدها راح اجي اخلطها او اخفقها، من بين ما اخفقها هنا اكو عندنا اتصال، يلا ناخذ اتصال هاتفي. الو كيف خلدون شلونك حبيبي؟ يا هلا بالغالي، هلا عيوني فراس من كربلاء صديق البرنامج. يا هلا بيك قلبي، يوميا انت اغرك يعني فاتح شهيه انت ترى. يا الله يا الله كل زين، قبل الغداء وبعد العشاء. ذهب يا حبيبي، ذهب ذهب ذهب، شنو الطبخه اللي ببالك؟ قول امر. المقلوبه ردناها. المقلوبه اي دله اي تامرني امر بالله، احلى مقلوبه لعيونك. اشكرك يا طيب، يا هلا فراس يا هلا.
اي ما مسويه. عادت مقلوبه. قبل المقلوبه انا شنو كان عندنا؟ الدولمه. الدولمه شنو مشكلتها؟ الدولمه مس تشوفيها تفلشت بيها مي هواي. لا تخلين المي بحيث يغطي الدولمه، نفس المقادير استخدمين. المي من اخلي معون يطلع المي. من اخلي معون اضغط على الدولمه يطلع المعون. من اخلي مي هوايه راح تتفلش عندي الدولمه. تمام؟ الوجه ما يستوي. الوجه ليش يستوي؟ اي الوجه ما دولمه يعني مي هوايه. كابتن. مي هوايه. لا لا المي هوايه ما يستوي الوجه. اي. تعال كابتن المكان رحمة على والديك. رحمة على والديك كابتن تعال مكاني. اي اشتغلت. المقلوبه اذا كانت دجاج فلازم اسلق الدجاج واقطعها ثمان قطع واسلقها. بوتيتا استخدم تقريبا حبتين بوتيتا، حبتين اثنين باذنجان، بصل حبتين اقطعهم كلهم شرائح جيمي شوي ركزوا مع المقلوبه. بالاضافه لايضا راح يكون عندي تقريبا كوبين اثنين من تمن البسمك، اقل البوتيتا، اقل الباذنجان، اقل الدجاج واقل ايضا البصل. اخلي ان انا الطبقات اوزعهم، طبقه بوتيتا، طبقه باذنجان، طبقة بصل، طبقة دجاج، واخلي التمن يكون متهدر. تمن يكون متهدر اخلي مي واطبقها، اتركها تتطبق على راحتها. كلش مهم يكون عندي الدجاج مستوي ويكون عندي البطاطا مقلية وكلهم مقليين يعني. تمام. البهارات اللي ممكن تستخدموها بالمقلوبة، فممكن نضيف هنا شوية من الكاري، اضيف شوية من الكركم حتى يصير لونها اصفر، وبعد هنا استخدم اني ممكن فلفل ابيض او فلفل اسود اكيد مع الملح. خلينا هنا طحين، واخلي هنا البيكنج باودر وارجع اخلط. ادي اتصال. يلا منو؟ الو 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 الو. اهلا وسهلا. وين الصحة؟ راح نظل نقضيها، انت تقول الو وانا اقول الو. والله الحمد لله. شلون صحتك؟ احوالك؟ حتى اسمعك زين. والله زين. انا الحمد لله، اذا انت بخير انا بخير. ايه. يا هلا يا هلا بالغالي. تسلم تسلم. امر. قول. عجينه والفيزا. اي هاي سهله، هاي سهله. هاي كلش سهله اصلا. تامر امر. والله اهلي ما يعرفون يضبطوها. لا لا سنعلمهم، نعلمهم. لا تقول هيك على اهلك. شلون ما يعرفون؟ هاي سهلة. خلي يشوفون برنامج يوميا ساعة واحدة مو صحيح؟ هاي شنو؟ لا خالص. أو أنا رادي أبديت. إيه ساعة واحدة مو صحيح؟ ووراي يصير يصير ما يصير إلا شلون بالله؟ ما يصير إلا خاطرك طيب. إيه هنقيت والله العظيم. لك هذول حسدوني، هذول أضربكم بالقالب. لكم دكافوا كفوا عينكم. دكافوا عينكم كافي. دباعة باعة ثلاثة تنباع. شلون ثلاثة؟ أول عليك تجي مطلعهم بالجو ثلاثة تنباع. طلع عم بالجودة، طلع خلي يباعون، خلي يباعون، خلي يباعون همي، خلي يباعون همي، خلي يلحقوا لي عمي. كفو كفو شوية. اكو اتصال لاخ. اي الو. السلام عليكم. السلام اغاتي. شلونك شيخ؟ هلا بحميد، هلا بالغالي، هلا عيوني. شلونك يا طيب؟ الحق لي عمي، الحق لي والله العظيم. اريد طريقة عمل زيت الزيتون والبهارات، ذاك اليوم انا خبرتك عليها بس ما اي تامر امر، تامر امر السبيسيال. تسلم. اي تسلم تسلم. دلل. دلل. احنا جونا سبيسيال يابا. هسه اقول لكم الزيت الزيتون، بس اخاف تبيعه. ما اخاف بعدين تبيعوه. انت بس اسكت. فايدة 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 فايدة. لفايدة بدعة الحمص. فيدهم اثنيناتهم، والله ثالث ما لا هذا، فيدهم اثنيناتهم. هذاك هو اصلا مفيد. راح اجي اخلي شوية الدارسين، واجي اخلي شوية من السكر اللي هو الاسمر. طبعا اكيد ان انا بعد ما ضفت هذه ارجع مرة ثانية اخلط المكونات، حتى بعدين اقول لكم واسولف وياكم شوية على المقادير اللي طلبتوها. بعد ما اخلط المكونات هذه كلها مع بعض البعض بهالطريقه هذه يكون عندك المزيج كامل. لازم ضروري جدا، تعال ابني تعال على السريع، تعال احسن ما تباوع عليه. تعال باوع باوع هنا باوع هنا. هذا كلش مهم الموضوع، ترجعوه مره ثانيه لان زحفناها. وراها اجي اخلي لها شنو؟ اخلي لها مزيج الكيك.
واتركها واشويها. ها تكون بهذا الشكل. يا سلام يا سلام، يا نكهه الدارسين وهذه النكهات الباقيه، فهي نكهات التفاح طبعا اكيد في هذه النكهات كلها. شفت التفاح الاسمر؟ شفت التفاح الاسمر ليش صار اسمر؟ هذا التفاح عادي صار اسمر لانه ما خلى له شويه حامض ولا اشياء، المفروض يخليه حامض حتى ليش صار اسمر. بعدين هنا شو نسوي؟ ناخذها للفرن جيمي ونشويها يا جيمي، ودلعني يا عيني دلعني وتروحين بألف باي باي، مو باي باي واحد، 1550 باي باي. نجي هنا اذا ردنا نسوي السبيسيال زيت الزيتون، فهنا اجي اجيب كاسه تكون بايركس او اجيب فخار، الفخاره هذه تكون يعني تتحمل شوي او تتحمل درجه حراره عاليه، اجي اخلي بيها اعشاب اللي هي اعشاب ايطاليه اللي هي زعتر اخضر بري والارغونا واللي هو زعتر اخضر بري، واخلي هنا اكليل الجبل، واخلي ايضا هنا طماطه تكون طماطه صغيره او ممكن قطع طماطه صغيرونه، واضيف وياها هنا طبعا اكيد ثوم كميه كلش تقريبا أربعة او خمسه من الثوم، واجي اخلي زيت الزيتون واشويها بالفرن. بعد ما اشويها بالفرن هنا اطلعها من الفرن واحفظها في برطمان واقدر انه انا استخدمها. تكون شنو؟ يكون تنكهت بالثوم. مرات شو اسوي هنا؟ مرات لا اطحن الثوم، اطحنه مع الاعشاب والبهارات واخليه بالبايركس واخلي عليه زيت الزيتون واشويه بالفرن، وراها طلعت تكون زيت الزيتون شبع بهذه النكهات حتى اقدر انه استخدمها. طبعا اكيد بعض الاشياء اضفتها اللي هي ممكن قشر البرتقال او قشر الليمون، فهذه تكون ايضا اختياريه وحسب الرغبه. شنو بالله بعد كانوا طالبين؟ من بين ما يستوي ها صلصة الروبيان اللي هي ممكن استخدم هنا التارتار. صوص التارتار هو عبارة عن ممكن استخدم هنا المايونيز، استخدم طرشي، استخدم خيار مخلل بالملح اقطع ناعم، اضيف فيها تقريبا خاشوقتين من الخردل، اضيف فيها تقريبا خاشوقة واحدة من الباربيكيو صوص، واضيف فيها هنا شنو؟ اضيف فيها هنا حامض، واخلي وياها اني اخلي وياها نص خاشوقة عسل. اخلط هذا الصوص كله مع بعض البعض حتى تكون عندك جاهزة. ياهو لا 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 مستحيل، لا لا راح يطق علينا طبعا اكيد. بعد شنو عندنا؟ خلاص ما عندنا شيء. اذا راح نسوي لهذا اليوم عصير خرافي خرافي، البلو بيري راح نسويه بطريقه جديده وحلوه وسلسه وصحيه وذكيه، لكن بعد الفاصل. تعال جيمي، بداية بالأكلات اللي هذا اليوم اللي سويناها، سوينا سلمون بس بطريقة حلوة ملك الفسفور، وسوينا تشكيلة حلوة من السلطة مال الفاصوليا، زلاطة مال الفاصوليا، وسوينا كيكة قبل الفاصل، كيكة اليوم كانت بالدارسين وأيضا كانت بالتفاح. دور عليها لقاها لما لقاها؟ لقيتها لما لقيتها؟ ضبط الفوكس يا تطلع الفوكس انت بركة حشك. لقيتها؟ يلا تعال اريدك شنو تباوع على ايدي؟ باوع على ايدي على كيفك. باقلة الجفا راح اعطيك كل السلو موشن اللي ممكن انت متاح قدامي. بعدين اسوي هي تشيبا بعدين صار هيك. انت ما دبرتها، لو ما اني اسوي سلو موشن انت ما تدبرها. لا انا شوفوا هذه يعني انه الموضوع مضبوط كل شوية. معود معود ثبتها لايدك. شوفوا هذه يعني ما بقى لا تفاح ولا اشياء. هنا انا بلش انه اقطعها. الحلو بها انه مو بس انه لذيذه جدا، لذيذة جدا. شوف هنا الله بعد فوكس بعد فوكس شوف هنا الجمال. يا سلام يا سلام. هسه قطعها على راحتي، قطعها صغار صغار لان الكمية عندنا هنا شوي. لا تخافها ما راح تتفلش لانه عينك ماكو، عينك ما خال عينك عليها.
لو خال عينك عليها تتفلش طبعا تتفلش زين، بس هاي عينك اللي ما راح نخلص من عينك طبعا تتفلش اكيد. شوف هسه انت بس حكيت راح تتفلش باع. شوف تفلشت، شوف تفلشت، شوف تفلشت، شوف 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 كيفش تفلش أصلاً. شنو الطعم هذا يا أخي؟ طعم الدارسين وطعم هال يعني الله. وين طعم هاي ليه؟ أوقف هذا مبلحة لاي شنو وياها؟ شوف اختراع. هسه الجو حار تجيبون ايس كريم وياها. ويا الايس كريم موضوع والله. ايس كريم لا كريمة ولا هاي السوالف، شنو هاي كريمة هاي؟ تكذبون عليكم بهاي الكيكة التعبانات هذني. هاي تخلوني هاي ايس كريم سوى بالبيت. شوفوا هاي هسه هذه، شوفوا هذه القطعة يا ابستاشيو. با 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 خلون هاي هيك. شفت شافنا ولا ما شافه؟ تعال هاك. ديما خليتها لي ولك. با تعالي بالعصير قبل ما تطلع. اوقف دقيقه قبل ما تطلع بالعصير. شوف هاي جيمها إلي ولك. تجي تجيب هذه خليها هيجي، بعدين تجيب هذه يا جيمي سوي لها هيج، بعدين قطعها هيج. اوالله ما يطلع، ما يلحق على ايدي، ما يطلعها ولا شيء، ما يطلعها. فوكس ضبط، فوكس ضبط. تفضل جيم اطلع لي بالمقادير. خاطيها جيم على عناده. اطلع على عناده. تفضل جيم خدمتك انا. الف عافيه، كن عساها هني ومري. والله الف عافيه جيمي، والله العظيم. شوف شوف شلون اني هذه نقصتها إلك على عناده. هذا اليمة خلي خلي خطيه خلي. دير بالك السولف. شوف شوف. هذا بس بس هذا. ضل بس بس ضل. شفت المكونات مالته؟ اكو بيها شيء جديد. راح اجي اخلي البلو بيري، اي عصير عندي بالبيت ينصح يكون غازي، واعتقد انا قلت له غازي صح؟ ما قال له غازي. دقوا دقوا يابا دقوا. ذب العسل على السريع. ذب العسل اي والله. ذب الثلج هنا الحلو بيها شنو؟ بيها جلي. هذا الجلي مال البارحه شغله. سلامون سلطه. عصير السعادة والحنان والحب والوهان. بس باع اللون. نرجع
مشاهدينا الاحبة، هذه اطباقنا وهذه اكلاتنا لهذا اليوم. بس بوع هنا الجمال بصبة هذا العصير اللي يعتبر من العصائر الطيبة اللذيذة جدا. بابا الثخين ثخين، اشوفكم خير ان شاء الله بحلقة جديدة واكلات جديدة وطبخات جديدة من شيف خلدون من الاحافي. راح اقولكم باي باي.